ورقم تمام. نبداو هذه باش تكون الطاقه نتاعك انت خلال الفتره القادمه، هذه طاقه الشريك يا برج الحمل. شو نشوفوا مشاعره تجاهك، مشاعرك ايضا باش نشوفوا كيف يراك وكيف يرى العلاقه الشخصيه معك، نواياه، خطوته القادمه، وكارت مفاجأة اللي تحصل إن شاء الله خلال شهر هذي. باش نخليوها منيش باش نشوفوها توا، باش نشوفوها في آخر القراءة. تمام، خلينا نشوفوا الطاقات اللي متواجدة معاك يا برج الحمل إن شاء الله. تمام، شوفوا عندنا الطاقات الترابية، ممكن جدي عذراء أو ثور، وأيضا عندنا باش نسحب كارتين كهو طاقات هوائية، اللي هي جميع الطاقات موجودة، لكن هذه القراءة ممكن تنطبق أكثر على شريكهم برج ترابي أو هوائي، ميزان دلو أو جوزاء. تمام، هذه هي الطاقات، لكن أنا صدقا شايفة جميع الطاقات موجودة مع عندنا في الكروت هذوما، لكن الكروت هذه أكثر تخصص في الطاقات. تمام، بالنسبة لطاقتك خلال الفترة الحالية، فيك شوفوا في شيء انتهى من حياتك يا برج الحمل، ممكن علاقة انتهت. وانا شايفة طاقة انفصال هي اللي غالبة للأسف، طاقة الانفصال هي اللي غالبة على القراءة عامة، يعني هي طاقة الانفصال. انا شايفة في شيء في حياتك انتهى، في شيء من حياتك ممكن انت خرجته من حياتك وهالشيء مات بالنسبة ليك، يعني انتهى نهائيا. شايفة ممكن انت يعني النهاية ما كانتش جيدة، ممكن كانت في محكمة، ممكن كان في الانفصال كان بطريقة يعني بصراحة فيها دموية أكثر، مو دموية بس ممكن القراءة يعني النهاية كانت مش يعني لطيفة. ممكن تبادلتوا التهم، تبادلتوا الشتائم والعبارات اللي كلنا عارفينها يعني، لكن شايفة في عندك تغييرات ما شاء الله. رغم ايه شايف، شوفوا شايفة في شك كبير يا برج الحمل، عندك شك كبير، انت شاكك ممكن في الشخص اللي كان معك، كنت شاكك فيه وكنت حاطه بين المطرقة والسندان بصراحة، وهالشك يعني، لكن شايفة في شيء حلو ايضا، في شيء جيد. انا شايفة انه في عندك تغييرات ايجابية في حياتك، يمكن ابتديتوا فيها التغييرات وممكن هي ما زالت يعني في طور الانجاز، لكن عامة انا شايفة عندكم تغييرات جيدة جدا بصراحة. فيش اشياء حلوه، في اشياء ان شاء الله حلوه نحن نقولوا. عندك كارت توأم الشعله، ممكن الشخص اللي نتكلموا عنه هو توأم الشعله نتاعك يا برج الدلو، ممكن الناس اللي المعنيين بالقراءه هذه اكثر هما توأم الشعله، اللي هما في علاقه توأم شعله. تمام، خلينا نكملوا القراءه ونشوفوا طاقتك. بالنسبه لطاقتك انت بصراحه في الفتره القادمه، انا شايفه في الطاقه شوي عندك حزن برج الحمل، مثل ما قلت لكم ممكن انتم في علاقه توأم شعله الاغلب، وانتم في الوقت الحالي في فتره انفصال، انت المطارد وهو الهارب، ابتديت انت في فتره الاستسلام او ما ابتديتوش، انا شايفه انه ممكن تكونوا لسه يعني هلا مبلشين، هلا بادين في هالطاقه يعني في الاستسلام في الوقت الحالي، ما زلتوا يعني كبديتوا، لكن انا شايفه انه طاقتك في خلال الفتره الجايه عندك شويه حزن، مش مبين صحيح يعني مش مظهر للناس حزنك، الامك، انفصالك عن الشخص هذا، لكن انا شايفه انه طاقتك خلال الفترة الجاية ان شاء الله تتحسن. خلينا ناخذ كارت من الكروت التوضيحية ونشوفوا، بلكي ان شاء الله تحسنت هالطاقة باذن الله، نحن دائما نقولوا وان شاء الله تتحسن يعني ان شاء الله باذن الله. طبعا اكيد اعطونا الطاقة ان شاء الله يا رب باذن الله، the world ان شاء الله في تحسن باذن الله. هاي كارت يعني جميع الطاقات موجودة فيه ان شاء الله. شوفوا انا شايفه انه باول الشهر بتكونوا في عندكم احساس بالالام، احساس بالوحده والاحاسيس السيئه، لكن بعدين ان شاء الله بيكون عندكم انتصار وتقفوا على رجليكم يعني ان شاء الله باذن الله. شايفه في تطورات وتطورات ايجابيه. شوفوا بالنسبه لطاقه شريككم هالشخص، شوفوا هو طاقته ومشاعره بنفس يعني نفس الكيفيه، شايفه انه هالشخص بيراقبكم مراقبه، شنو اقول لكم، هالشخص يفكر فيكم 24 ساعة 60 دقيقة بالساعة، مثل ما بدكم يعني مثل ما تحبوا. هالشخص حتى وهو نايم يتقلب على جنبه اليمين أو جنبه اليسار يتفكركم، سبحان الله. فأنا شايفة أنه هالشخص بيراقبكم، يفكر فيكم، يبعث لكم في طاقة،
ممكن هالطاقة هي اللي مخليتكم ما تمضوش في طريقكم، أو يعني هي الطاقة مخليتكم تقعدوا تفكروا فيها الشخص، يعني ربطتكم نحوه، مسيطرة عليكم هالطاقة بصراحة. فأنا شايفة إنه هالطاقة كثير 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 مسيطرة عليكم، طاقته بيرسلكم رسائل. هالشخص على فكرة ممكن يكون يعمل معكم في التواصل الروحي، ممكن، نعم، وارد جدا، يعني لأنه أنا شايفة إنه في تواصل روحي عالي جدا بينك وبين هالشخص. يعني أنت تفكر فيه ويفكر فيك بنفس الوقت، ممكن تتذكروا مع بعض في نفس الوقت ذكرياتكم يعني سوا مع بعض. فقال لي انا شايفته ان شاء الله انه اول شيء هالشخص طاقته هو راح بيكون طاقه مراقبه، برج مراقبه، سبحان الله، يعني يتواصل معك بالروح، مشاعره ويحبك هالشخص، اكيد في مشاعر بصراحه. برج الحمل في بعد، في ابتعاد، شوفوا ممكن هالشخص او انت، لكن هو في مرحله استشفاء على فكره، هو ابتدى يتشافى من هالعلاقه، من يعني من سلبيات العلاقه مش من العلاقه. لكن انا شايفه انه هالشخص ممكن يكون هو غامض او انت غامض، انه هذه قراءه عامه، فالاكيد ما راح تنطبقش على الجميع، يعني تنطبق عليك ولكن بنسب معينه. انا شايفه انه هالشخص ممكن انت متباعد عنه يا برج الحمل، وممكن هو يكون متباعد في شخص منكم. ممكن القراءه على فكره تحمل انها تكون عكسيه طبعا. فانا شايفه انه مشاعره هالشخص، شوفوا انتم مشاعركم، هو مشاعره في حب، لكن حاسس انه انت متباعد، حاسس انه انت غامض، وحاسس انه انت يعني هو بيراقبك، مشان هيك هو بيراقبك، يعني لاجل هذا هو قاعد عامل لك، نصب لك يعني المراقبه 24 ساعه، وقاعد يراقب فيك لانه حاسس انه انت غامض، انه انت ابتعدت. ممكن انت تحاول تعاقبه هالشخص، وممكن لانه انت حزين بعض الشيء. شوفوا انا شايفه انه انت مشاعرك راح تحس انه انت انتصرت عن هالشخص، لانه خليته يلف حوالين نفسه، خليته هالشخص كيفش نقولوها، يعني كأنك خليته مش فاهم عنك شيء، مش فاهم انت شو بتفكر، انت مصدر له فقط الوجه الخشب، الوجه انه انا يعني الغموض، ثم الغموض ثم الغموض. فانت راح بتكون فرحان فيه بصراحة. خلينا نفسره اكثر. مشاعرك بتحبه هالشخص، بتحبه ومستنيه على فكرة، في طاقة انتظار كبيرة. فانا شايفه انه انتم ما تحبوه الشخص هذا، فما مشاعر طيبه تجاهه، وفما مشاعر حب. انتم على فكره الشخص هذا تشوفوه الزوج او الزوجه، ممكن تكونوا متزوجين، او يعني في مرحله فقط طليق، لكن انا شايفه انه انتم مشاعركم تجاهه شخص هذا فما حب. الوقت انتم منتظرين شيء منه، ممكن الشخص هذا فما حاجه هو ما عملهاش، او فما حاجه انتم تستنيوا فيها منه مثلا، والحاجه هذه شخص هذا تاخر انه يعملها مثلا، تفهمتوا على شيء معين وشخص هذا اتاخر. تمام، هو كيفاش يشوفك وكيفاش يشوف العلاقه؟ شوفوا هو كيفاش يشوف العلاقه، يشوفها بصراحه، يشوفها حاجه كل ثمينه، حاجه ممكن ما تتكررش في العمر ممكن هو يشوفكم الحب الحقيقي في حياته اللي ما يتكررش. شوفوا على فكره انتم نجم يكون بينكم عائق، ممكن شخص هدايا يا برج الحمل، يا اما هو متزوج، يا اما هو في عوائق، ممكن في اختلافات في الدين، في الثقافه، في العرق، في الجنسية، فما عوائق كبيرة بينك وبين الشخص هذا ممكن تمنع انكم تجتمعوا. لكن اللي انا اشوف فيه انه هو يشوف العلاقة بصراحة بصورة جيدة، ويراقب فيك الشخص هذا كما قلت لكم، ويشوف العلاقة بصورة ولا اروع، يعني بصورة جيدة جدا جدا الصراحة، للأمانة مش نكون واضحة معكم، هو يشوف العلاقة بصورة جيدة جدا. لكن الشخص هذا فما شيء هو ندم عليه، فما تصرف، فما حاجة هو ندم عليها، حاجة عملها الشخص هذية معاكم وهو ندم عليها، إنه شوف إنها فما ممكن خيانة، ممكن فما طرف ثالث للبعض منكم فما خيانة. شوفوا نقول لبعض منكم هذية طاقة عامة، مش بالضرورة الجميع باش تنطبق عليه القراءة، ممكن تنطبق عليك في جزء، في نسبة معينة مئوية مثلا، خذ اللي ينطبق عليك وخلي اللي ما ينطبقش عليك أكيد يعني ينطبق على غيرك، أو المهم خذ اللي ينطبق عليك فقط. تمام، شوفوا اللي انا نشوف فيه لهنا انه فما كما قلت لكم ممكن يكون فما موضوع فيه خيانه، فما الخيانه موجوده، فما الطعنه بالظهر موجوده الحقيقه. الخطوط القادمه شخص هذيا، شوفوا بالنسبه للناس اللي يعيشوا بعاد على بعضهم مثلا في مدينه، في مدن مختلفه، او في مناطق مختلفه، او حتى في دول، معني انا شايفه انه الشخص هذا باش يحاول انه يعمل المستحيل حتى يسافر لك ويجيك للمكان اللي انت متواجد فيه. انا شايفه انه الشخص هذا عنده رغبه كبيره، رغبه ملحه انه يكون معك بصراحه وللامانه معناها.
وان شاء الله بالفعل باش يكون معاك شخص هذايا. انا شايفه انه هو في بينكم اختلافات للامانه، طلعوكم كروت الاختلافات وكروت يا برج الحمل السفر في كثير من المواضع، كثير جدا. ممكن تكونوا انتم ما تقابلتوا في مكان غير المكان اللي موجودين فيه حاليا، مثلا انتم سافرتوا مع بعض في مكان، كان عندك عمل في مكان وسافرت، فما اي شيء. المهم انه الشخص هذايا ماهوش، معناها انت ممكن الفرضيه، معناها هي تبقى دائما فرضيه، انا نقول ديما المفاجاه اللي تنجم تحصل خلال الشهر. يا عيني يا عيني على الحب، فما عوده يا سيدي. لو انتم منفصلين في عوده، ولو الشخص هذايا ما عبر لكش عن حبه فباش يعبر لك، فما حب خلال الشهر هذايا ان شاء الله، باش يكون شهر الحب، شهر مليء بالحب ان شاء الله. لانه هذه هي المفاجاه، انه لو الشخص هذايا ما اعترف لكش بحبه باش يعترف لك، ولو انتم مع بعض الشخص هذايا باش يبين لك حب كبير جدا جدا، ولو انتم منفصلين في الشخص هذايا باش يرجع وباش يعترف لك ايضا انه يحبك وانه ما ينجمش يعيش من غيرك. شفتوا؟ تمام، خلينا نشوفوا العزاب وبعدين ننتقلوا للمنفصلين. تمام، خلينا نشوفوا. قراءة حلوة عموما، يعني قراءة جيدة جدا تعتبر بصراحة. تمام، خلينا نشوفوا بالأول للعزاب، شوفوا حسب العشريات باش تكونوا انتوما هكاكا، يعني القراءة باش تكون واضحة وجيدة ان شاء الله. تمام تمام، للعزاب شوفوا بالعشريات. تمام، هذه عشرية أولى للعزاب، هذه عشرية ثانية، جيتكم الأوراق وحدهم، هذه عشرية ثالثة العزاب إن شاء الله. خلينا نشوف الطاقات اللي عندهم فرص اللي باش ترتبطوا بهم إن شاء الله، شنو هما؟ هوائية، نارية، مائية. تمام، أها تمام. يا برج الحمل، اوه عندكم حب جديد على عشرية ثانية، ما نجمش لازمني نقول. شوفوا حبيبي برج الحمل العشرية أولى، أنا شايفة إنه أنت في طاقة انتظار أوريدي إنه الشخص هذا يرجع معك. أنا شايفة إنه في جمعة إن شاء الله بإذن الله، ولو أنتم مطلقين أنا شايفة في باش ترجعوا يعني مع بعض من نفس البيت، ولو أنتم مش مطلقين فقط يعني أنتم فقط يعني مش متزوجين أصلا، فأنا شايفة إنه الشخص هذا باش يقدم خطوة إن شاء الله. شوفوا في عودة من الماضي، في عودة، أنا شايفة في عودة من الماضي. هذه بالنسبة للعزاب عشرية أولى، الحظوظ أكثر مع الأبراج الهوائية باش تكون، يعني حظوظكم باش تكون أكثر مع الأبراج الهوائية اللي هو دلو جوزاء أو ميزان. تمام، العشرية الثانية أيضا أنا شايفة إنه في حب جديد، في حب حياتك باش يدخل لحياتك أنتم العزاب. شوفوا الشخص هذا ينجم يكون مختلف عليك في شيء ما، أنتم بعاد مش من نفس البلد، أو ممكن تكونوا مش من نفس الولاية والمحافظة، ممكن واحد من الشمال واحد من الجنوب، يعني مختلفين نوعا ما، ثم اختلافات بيناتكم. الأبراج الأكثر حظوظا أو اللي ممكن تدخل حياتكم هي الأبراج النارية، قوس حمل أو أسد. بالنسبة للعشرية الثالثة العزاب من برج الحمل، أنا شايفة في زواج وفي نجاح لعلاقة إن شاء الله، عندكم شخص باش يدخل حياتكم، وشخص هذايا باش يطلب منكم الزواج، يعني الشخص هذا داخل من الباب وطالب منكم زواج. هذايا على فكرة ممكن يكون كراش، ممكن يكون يعني معجب سري وباش يطلب منكم الزواج على طول. ممكن يكون برجه الاغلب انه يكون برجه مائي، حوت، سرطان او عقرب. تمام، هذه بالنسبه للعزاب، هذه نبذه يعني صغيره. تمام، ان شاء الله ما يكونش الصوت كما تقولوا ديما سابق الصوره، لانه انا نتكلم ديما في وسط الفيديو. نقول ما تنسوش تشتركوا في القناه، وإذا قراءه عامه لو حابين تحجزوا قراءه خاصه وتعرفوا الأسعار خلوا رسالة على رقم الواتساب اللي موجود أسفل في التعليق الأول، تعليق مثبت يعني. تمام، خلينا نشوفوا المنفصلين عشرية، نفس ليش هيك نفس الكروت. شوفوا عشرية ثانية عزاب، هو نفسكم عشرية ثانية منفصلين، يعني تنجموا تكونوا ممكن الشخص هذا رجع من الماضي، يعني حتى بالنسبة للعزاب ليش لا. شوفوا عموما خلينا نشوف. تمام، خلينا نشوف الطاقات، طاقة شفتوا نفس الطاقة سبحان الله. تمام تمام، ما اشكال. تمام، شوفوا بالنسبة للعشرية الأولى المنفصلين، أنا شايفة في عودة، الشخص هذا رجع من الماضي،
جاي من مكان بعيد، ممكن تكونوا ما تعيشوش في نفس المكان، او الشخص هذا كيف ما ديما نقولها مختلف عنك في الدين، في الجنس، في الثقافه، في اي شيء. المهم الشخص هذا مختلف عنك. انا شايفه انه في ان شاء الله عوده، وفي خبر سعيد، في ممكن زواج. الابراج اللي او الطاقات اللي عندها حظوظ اكبر للقراءه هذه هي اللي معاك، هي الطاقات الهوائية، حوت، سامحوني، دلو جوزاء وميزان. ممكن أيضا العشرية الثانية دلو جوزاء ميزان، هي الأكثر الأبراج حظوظا في أنكم ترجعوا مع بعضكم. بالنسبة للبرج الحمل الناري، أنا شايفة أنه في شخص أنت تحبه وهو يحبك، في شخص يبادلك نفس المشاعر، فرقتكم الأيام، فما مسافة بينك وبينه الشخص. أنا شايفة في عودة بإذن الله الواحد الأحد، لأنه هذا الشخص ممكن يكون توأمك الشعلة، ممكن يكون أيضا برج السرطان. أنا شايفة في القراءة عامة برج السرطان، تمام. بالنسبة للعشرية الثالثة، شايفة عندكم حظوظ أكثر مع الأبراج الترابية، جدي ثور أو عذراء. شوفوا في تغييرات بالعلاقة، في تغييرات إيجابية نحو الأفضل، ما قلنا لا، في تغييرات إن شاء الله بإذن الله. لكن شوفوا هالشخص ممكن يكون في شوية عوائق بينك وبينه أنتوا، يعني خلال الشهر هذي مش العودة الأكيدة، لكن إن شاء الله في تغييرات إيجابية على الأقل. لو أنتوا ما تتكلموش نهائيا، ما فيش يعني بينكم كلام نهائي، فأنا شايفة أنه إن شاء الله بيكون في تم تغييرات، يعني على الأقل ترجعوا ممكن تتكلموا شوي شوي أو أي شيء. جميع الطاقات موجودة معنا وجميع الأبراج موجودة معنا. خليني نعطيكم رسالة الملائكة حسب العشريات، لكن للجميع، مش مانيش باش نخص مطلقين أو منفصلين أو عزاب، مانيش باش نخص حتى شخص. هذه رسالة للعشرية الأولى بصفة عامة، أيا كان وضعك في العلاقة مع الشخص، سواء كنتوا تمام. هذه عشرية أولى، هذه عشرية ثانية، وهذه عشرية ثالثة. العشرية الأولى يقول لك الرسالة أنه العالم يبدأ من داخلك، يعني أنه حاول أنك تفهم نفسك حتى تفهم العالم الخارجي، حاول أنك تكون عندك ثقة بنفسك، عندك ثقة في ذاتك الداخلية حتى ينعكس هالشيء على العالم الخارجي، تمام. العشرية الثانية يقول لك أنه ثق في دعم الكون ليك، أنه الكون بيدعمك بيساعدك، خلي عندك ثقة في دعم الكون ليك. العشرية الثالثة رسالتك هي open yourself to true abundance، افتح، خليك منفتح على الآخر حتى تفهموا، يعني لو أنتم منعزلين أو عندكم انعزال أو عندكم انطباع على ذاتكم، اطلعوا من هالطاقة، خليكم منفتحين على الآخر حتى نفهم الآخرين بشكل جيد. نتصور